هي رقصات شعبية ترحل بك إلى زمن الأساطير والحكايات المختلفة لشعوب العالم، بأسلوب رقص ممزوج بإيقاعات الباليه وحيوية المسرح الملحمي. هي الأحاسيس التي تنتابك وأنت تشاهد عرض فرقة إيغور موسييف الأكاديمية الفيدرالية الروسية لرقص الشعبي على خشبة دار الأوبرا الجزائر بعلام بالسايح. استقبلنا اليوم هذا الباليه من أعرق باليه وأقدمه في العالم، باليه روسيا لأكاديمية الفنون الشعبية. كان يعني الاحتفال كما شاهدتم جد بهيج، استمتع به الجمهور الجزائري ومكنه من التعرف على ثقافات العديد من الشعوب. ساعة ونصف من الزمن استمتع وتفاعل الجمهور الغفير الذي غصت به مدرجات أوبرا الجزائر بعشر لوحات فنية جسدها عديد من الراقصين والراقصات بمهارات عالية وبدقة متناهية. تميل لرؤية الجزائر والجمهور الذي كان بحق مرحبا، الذي أحسن استقبال الفرقة. لقد أحضرنا معنا التراث الروسي، من الجيد أن الجمهور تفاعل بشكل جيد مع رقصات وثقافة روسيا. لقد أعجبنا الحفل، هناك الكثير من الألوان، الملابس كانت جميلة، خاصة أن الأداء كان راقيا، هناك احترافية. أنا أعيش هنا في الجزائر، شيء جميل، هي حقيقة حفل للثقافة الروسية هنا بالجزائر، حقيقة شيء جميل ونحن جد سعداء. فرقة إيغور موسييف الأكاديمية الفيدرالية الروسية للرقص الشعبي ستواصل عروضها بدار أوبرا الجزائر إلى غاية 14 من الشهر الجاري، حتى يتمكن عدد أكبر من الجمهور الجزائري من الاستمتاع بعروض هذه الفرقة الروسية.